برنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل حضراتكم. الأسبوع اللي فات الحقيقة كان يعني أسبوع الصدمة للعالم كله بعد ما شفنا جريمة بشعة بدم بارد من نوع جديد تماما، يعني عمرنا ما شفنا زي ده قبل كده. شاب صغير عنده 28 سنة يدخل بمنتهى الثبات والهدوء ويقتل 50 واحد كده مسالم أعزل في حالهم، فيش بينهم بينه أي عداوة، ولم تأخذه رحمة لا بطفل ولا بامرأة. والسبب طبعا كان ديني وعنصري بحت، وباعترافه وبتصويره هو يعني هو كده مصمم، والتصميم وانه راح يقتل المسلمين. العجيب بقى العجيب واللي انا وقفت عنده انه ومستغرباه جدا هو تصريحات جدته. هي قالت هم طبعا مخضوضين، وقالت احنا عيله مسالمه جدا، ولا يمكن يصدقوا ولا يتخيلوا انه حد من عيلتهم المسالمه دي يعمل كده، وانه الولد ده كان عايش معاهم طول عمره عادي، وهو سافر بره ورجع زارهم السنه اللي فاتت عشان يحضر عيد ميلاد اخته، وما كانش باين عليه اي حاجه خالص تنذر بالمصيبه اللي هو نفذها دي. شاب عادي اتحول لأعتى الإرهابيين. وللأسف النموذج ده ممكن يبقى موجود في أي بلد في الدنيا وفي أي ديانة وفي أي جنسية، ويبقى ماشي في وسط الناس ومحدش يتخيل، يعني من أهله وحتى أمه وأبوه مش ممكن يتخيلوا إن هو ممكن يقدم على أبشع جرائم في التاريخ. فإحنا لازم نتكلم مع أولادنا كتير، وما ينفعش نسيبهم لأفكار تجيبهم وتوديهم من غير ما نفهم ولا نعرف إنه دماغهم دي بتتملي بأفكار وإحنا مش دريانين. أنا من فترة لما اتكلمت على لعبة فورتنايت، لعبة اللي كلها قتل ودم، وقلت إن دي مسيطرة على دماغ الأطفال والشباب بشكل مرعب، وقلت كده بالظبط إحنا ممكن نكون بنربي ميليشيات في بيوتنا وإحنا مش حاسين. ناس اتريقوا عليا تريقة كأن أنا مثلا عجبة، وعملوا لي فيديوهات تريقة، ونفاجأ أن الشاب ده بيقتل ويصور جريمته بنفس طريقة القتل والتصوير اللي في الألعاب دي. يعني هو نقل الألعاب دي للواقع بدم بارد وكأنه بيلعب جيم. فبس أنا بس بطلب من حضراتكم وبطلب من نفسي ما تفرحوش بالعيال الهادين المسلمين اللي ساكتين واقفين على نفسهم وبيلعبوا وما بيتكلموش. لأ، ما تسيبوهمش كده، انكشوهم وفهموا دماغهم فيها إيه. والألعاب دي تتقفل يا جماعة، يعني دي تتقفل تتكسر. أنا قفلت فورتنايت دي، لغيت الإنترنت من على البلاي ستيشن، وطبعا الولاد منهارين مني بس ولا اتهزيت. يعني محدش يشتري دماغه ويقولوا ما هي العيال بتلعب وإيه، يعني بقى دي مجرد لعبة هتعمل إيه. لأ، هتعمل بلاوي. كفاية إن هي سهلت مشاهد القتل والقنص والتنشين على الدماغ، سهلت منظر الجثث والذخيرة والأسلحة، قربت المشاهد دي لحياتهم وهي مش المفروض تبقى قريبة كده. لما الولد يقعد بالعشرة والخمستاشر ساعة ماسك دراع البلاي ستيشن على أساس إن هو رشاش ومسدس وبيقتل بيه كل يوم، لا طبعا دي حاجة بتأثر على اللاوعي عنده، يعني بتخلي القتل ده متاح. يرجع من المدرسة بقى بسرعة عشان يلحق يقتل، يتلم مع أصحابه عشان يقعدوا يقتلوا. مش كده، احنا محتاجين نركز جدا، لاننا ممكن يعني نندم بس بعد فوات الاوان حيث لا ينفع الندم. فضيلة الشيخ اشرف الفيل، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. احنا النهارده نتكلم عن الحياة الدنيا. اي نعم. في الآية رقم 24 من سورة يونس. طيب حضرتك تقراها ولا انا اقراها؟ زي ما تحب، اتفضلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد الحقيقة قبل الآية يعني أنا بعزي كل إخواننا المسلمين في كل أنحاء العالم على هذا المصاب الأليم الذي حدث من بعض العنصريين من غير الإسلاميين. والحقيقة يعني مش ما بحبش لا شجب ولا بتاع، لكن بقول إني العلاقة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هي علاقة الطاعة. من أطاع الله فهو حبيب الله ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصى الله فهو عدو الله ولو كان شريفا قرشيا. فكلما كثرت طاعتنا لله سبحانه وتعالى وتمسكنا بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع الله، كلما كانت لنا القوة في كل الأمور والأحوال. الآية ربنا بيقول فيها في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض
مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى في المثل الرائع ده بين قيمة الحياة الدنيا كلها قوي. انت عارفة حضرتك العروسة لما بتيجي تتجوز العروسة البنت لما بتيجي تتجوز البنت البنوت لما يجي هيجوزوها فبتقعد البنت دي يقعدوا يجهزوا فيها مثلا لو هي الدخلة طبيعي عندنا الساعة مثلا 9 ولا 10 بالليل فالمفروض الساعة 9 تكون جاهزة فتقريبا من 9 الصبح ل 9 بالليل قاعدين واخدين البنت عمالين يودوها مش عارف فين ويعملوا ايه ويزينوا فيها ويعملوا شعرها وكل حاجة وكل حاجة بقى ويقعدوا يعملوا وتاخد بقى البنت تاخد مراحل بقى تاخد بقى ساعتين معرفش بقى فين وساعتين فين وثلاثة فين وخمسة فين وسبعة فين وتسعة فين وفجأة تلاقي نفسها الساعة 9 خلاص هي طلعت في أبهى صورها عشان خاطر هتدخل اللي هي الدخلة بتاعتها اللي هي هتقعد في الفرح بتاعها ساعتين ثلاثة وبعد كده مفضي الفرح وكل واحد راح لحاله وهي خلاص دخلت وتاني يوم بقت واحدة عادية خالص الموضوع انتهى. هو ده مثل الحياة الدنيا اللي الناس عايشاها من لدن آدم إلى قيام الساعة. هي الدنيا هو ده مثل الدنيا عبارة عن عروسة بتتزين خلصت الزينة اتجوزت بعد لما اتجوزت ساعتين ثلاثة الصبح تاني يوم بقت واحدة عادية والموضوع خلاص انتهى. إنما مثل الحياة الدنيا كماء يعني شوية مية نزلوا من السماء شوية مطر يعني كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام طلع شوية أكل بتاع الزراعة وبتاع ومش عارف إيه والناس أكلوها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت مين اللي بتتزين العروسة هي اللي بتتزين فأخذت زخرفها الزخرف اللي هو الملابس لما هي بتلبس وتعمل وتتزين فحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه هو ده كل واحد فينا إنه بيوصل للمرحلة دي إحنا بناخد مرحلة طفولة ما بنحسش بيها فجأة بتلاقيها خلصت بعدين تاخد مرحلة مراهقة تحس إنك أنت عايش في عالم الخيالات في الخيال بعد ما تخلص المراهقة بتاعتك وتيجي عند 30 ولا 35 سنة بقيت أنت ملتزم وعايز بقى تتجوز وتبقى وتعمل بيت وبتاع فتفضل تجاهد من اجل البيت فجاه تلاقي نفسك عندك 50 سنه خلاص ضعفت عندك شويه امراض سكر ضغط مش عارف ايه كبد كده مش عارف ايه ايه بعد شويتين بتلاقي ملك الموت جاي بيقول لك يلا اتفضل خلاص المهمه بتاعتك انتهت هذا هو مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها ايه اللي حصل اتاها امرنا خلاص مجرد ما تحس ان انت خلصت كل حاجتك يعني رتبت امورك جوزت عيالك انت خلاص حجيت مش عارف ايه عملت كل واحد عمل الحاجات اللي في حياته كلها واللي نفسه فيها واتعملت الحياه وبقت كويسه فجاه يقول لك طب خلاص ملك الموت يقول لك طب اتفضل تعال عشان خلاص انت مهمتك انتهت اتاها امرنا ليلا او نهارا ده المثل ربنا سبحانه وتعالى بيضربه لنا عشان يفهمنا ان احنا وقتنا في الدنيا قليل قوي فعلا قليل جدا وعشان يفهمنا ان احنا لازم يعني زرعه او ميه بتنزل زرعه بتكبر خلاص كلتها خلاص الموضوع خلص فبيقول لك خلي بالك وركز قوي انك انت ما تضيعش ولا لحظه ولا دقيقه زي ما حضرتك قلت في المقدمه ما نسيبش عيالنا قاعدين يلعبوا على البلاي ستيشن يلعبوا حاجات وضيعوا وقتهم كله في الالعاب وفي الحاجات لا اقول له يا حبيبي ده انت الوقت ده هتعيط عليه بعدين ده انت بعدين ده انت لازم تستغل الوقت ده العب واجري واعمل وكل حاجه بس مارس الحاجات الصحيه والحاجات الرياضيه الصحيحه والحاجات المنضبطه انت برضو لما نكون في سن وصلنا مثلا لسن ايه خلاص 30 سنه ولا بتاع الحق بقى يلا قيام الليل يلا الصلاة يلا الصوم يلا الزكاة يلا العبادة يلا صيام الاثنين والخميس يلا 13 يلا الحق ليه لان هيجي لك وقت مش هتقدر تصوم مش هتقدر تقوم من النوم انك تصلي الفجر فصلي قبل الا تصلي وصوم قبل الا تصوم وخذ من صحتك كما قال عبد الله بن عمر وخذ من صحتك لمرضك يعني وانت بقى صحيح دلوقتي حوش بقى الوقت اللي انت قادر فيه الوقت اللي مش هتقدر فيه ده حتى في الحديث ان لو الواحد عي ولا تعب ولا حاجه ولا كلام من ده هو كان بيحافظ على الصلاة وصلة الرحم هو كويس هو شباب ونام في السرير اتربط في السرير يقوم ربنا يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يصنع وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقي يعني طول ما هو مشدود اكتبوا له كل اللي هو كان بيعمله لأنه هو لو كان في صحة دلوقتي كان عمل كل أعمال الخير دي كلها. طيب أخد أول اتصال معايا نوال. ألو؟ طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب هو فضل سورة يونس ايه؟ هي كل اياتها بتتحدث عن الايمان بالقضاء والقدر. هي سورة يونس بتتكلم سورة بتتكلم في العقيدة
سورة يونس تتحدث في العقيدة، بعد لما جت بعد سورة هود، وسورة هود اتكلمت في بعض القضايا اللي هي قضايا الأمم السابقة والمكذبين والأنبياء. بعد كده جه سيدنا، جت قصة سيدنا يونس بقى عشان تتكلم على فضل القرآن الكريم، وابتدأ ربنا سبحانه وتعالى بقول تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا سحر مبين. بعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في الصورة على 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 عظيم بقى مخلوقاته، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وربنا سبحانه استفاض في 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 الكلام عنها وعن مسائل العقيدة الكثيرة التي جاءت في خلال هذه الصورة. طيب هنكمل كلامنا وناخد تليفونات بس بعد فاصل قصير. اهلا ليكم مشاهدي، اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. فضلت الشيخ عندك قصه لطيفه جدا في قصه سيدنا يونس، احكيها لنا كده. قصه على سؤال حضرتك لما سالتي فضل سوره يونس، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها عله مهمه جدا وخطيره احنا كلنا بنبقى محتاجينها. ربنا قال في ايه كده، قال فلولا كان من القرون من قبلكم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. ايه بقى قوم يونس؟ قوم يونس ده قعد سيدنا يونس يقول لهم العذاب جاي كمان شويه، كمان ساعه، كمان ساعتين، كمان ثلاثه. هم ما بيسالوش في الكلام ده كله، قال بص انت قاعد تقول لنا كده كتير وما بيحصلش الكلام ده كله، لغايه لما فعلا ربنا اوحى سيدنا يونس وقالوا العذاب فعلا نازل. وفعلا العذاب لما نزل، هم مجرد ما شافوا العذاب والجو احمر والدنيا اتغيرت خالص، راحوا كلهم على قلب رجل واحد امنوا. فلولا كانت قريه امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. بمجرد ما دخلوا في الإيمان ربنا كشف عنهم. فدي رسالة ودعوة لكل رسالة الناس. نعم، اللي هو إيه؟ إنه ما في حدش ييأس، ما تيأس، ما يقولش خلاص بقى، لا ما تيأس ربنا. مهما كثرت الذنوب والمعاصي ما تيأسي. مهما كنت في وضع ضعف أو في مرض أو في غيره ما تيأسي، وخليك عارف إن مجرد ما ترجع للطاعة مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى بيستقبلك ويضيع عنك كل جميل. حاجة. عالية، ألو. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب علشان يعني في ناس تقولك أصل ده عقاب ربنا ليا عشان أنا عملت ذنوب زمان، أو تبقى تابت وتبقى كويسة. يعني في يعني حد كان باعت إنه تأخير الخلفة، ما أعرفش حاجات، يعني اللي هي الحاجات العادية اللي بتحصل لكل الناس، تقول لك دي عقاب ربنا لي على ذنب أنا عملته زمان. الكلام ده إيه مدى صحته؟ شوف. وإنه فكرة إنه أنا مش حاسة إن ربنا قبلني. طيب. بعد التوبة عقاب ربنا، خلينا متفقين إنه لا يكون في الآخرة ولا يكون عقاب الله في الدنيا إلا في أمرين اتنين بس، بس اتنين بس، اللي هو عقوق الوالدين يعاقبك بيه في الدنيا، يخلي ولادك يطلعوا ويطلعوا عينيك، نفس القصه اللي انت عملته في ابوك هيتعمل فيك. هي قولا واحدا ده العقاب. الحاجه الثانيه، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، اللي يروح الحرم ويبقى قاصد انه يظلم او يقتل او يسرق او يعمل بياخد عقابه في الحال. هم دولك اللي ربنا بيعاقب عليهم في الدنيا، لكن مفيش عقاب بعد كده بقى. العقاب بعد كده بقى دول عقوق الوالدين وايه؟ عقوق الوالدين ومن يرد فيه بالحاد بظلم، الحرم لما تيجي تخش مكة وتبقى تنوي انك تظلم او تقتل او تسرق او تعمل حاجة، تاخد عقوبتك في الدنيا على طول. ربنا بيعاقبك، ربنا اللي بيعاقبك في الدنيا لان ده بيته وحرمه. فالحاجتين دولك اساسيتين. فهنا لكن غير كده العقاب لا يكون الا في الاخرة. فما تقولش بقى ما خلفتش اصل ده عقاب ربنا، لا اصل ذنب انا عملته، لا هو ربنا سايب لك الدنيا عشان الانسان يتوب في اي وقت من الاوقات. امل. ايوه اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا جماعه ايه اللي حصل؟ عاليه تمام. اهلا يا عاليه، ازيك؟ اتفضل. عايزه بس اسال على عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني متعلق بالوضوء على الشراب. هل في شروط للشراب ده؟ يعني احنا دلوقتي بنلبس الشرابات اللي هي الانكل اللي هي الصغيره دي، فهل ده في مشكله في الوضوء لازم والشرابات الفال، هل ده اي نوع شراب بقى؟ انواع الشرابات بقى كلها، يعني اللي هي الانكل الصغيره دي اللي ما تبقاش مغطيه العظمه، فهل ده
تمام ولا لازم يتقلع هو والشربات الفوار كمان عشان يتقلع الماتيريال بتاعتها خفيف. دي حاجة. الحاجة الثانية كمان عايزة أسأل إنه أنا سمعت إنه في فتوى إن أنا لو أنا نازلة في مكان ممكن أصلي مثلا الظهر قبل ما يأذن. نازلة في مكان يعني إيه؟ نازلة رايحة مثلا شغلي والظهر هيأذن بس أنا هوصل لمكان شغلي ده قبل صلاة العصر. فهل أنا ينفع أصلي الظهر قبل ما أنزل؟ عشان أنا لو رحت مثلا هناك وبقى متفاضل على العصر حاجة بسيطة فالدنيا تمام. شكرا ليك يا علي، شكرا ليك. طيب موضوع الوضوء على الشراب ده بقى المسح على الشراب يعني مصعبينه فضلت الشيخ. ليه مصعبينه ليه؟ لانه هو لازم يكون ماتيريال معين وتخين وكده واحنا ما بنلبسش الشرابات. ده رايي لبعض الفقهاء انه يشترط ان هو بيبقى الشراب سميك، انما الشروط المعتبره يعني ان يكون الانسان ارتداه على وضوء يعني ان يرتدى على وضوء، وان يكون يوم وليله يعني 5 أوقات بس في المقيم وثلاث ايام في المسافر، يعني 15 وقت للمسافر و5 أوقات للمقيم. كويس قوي. تمام كده؟ طيب، وان الشراب اللي الانسان بيكون لابسه في طبعا قولين العلماء فيه، في ناس بتمصر على ان يكون الشراب سميك ما يوصلش الميه للرجل، وفي ناس بتقول ان الشرط ده ليس بمعتبر فمش مشكله ممكن اي شراب، بس مش اي شراب اللي هو الشراب الخفيف بقى اللي هو الشفاف بتاع السيدات بقى. طب ما بس انا بس عمري كله مضيعه في السؤال ده. دلوقتي احنا نعمل ايه؟ احنا ما بنلبسش غير الشرابات دي، وساعات بتبقى كولون ملبوسه عارف زي البنطلون بس بتقفل من على الصوابع ولابس انت فوقيها بنطلون وانت وره في مطعم او في الشغل هنا هل الست هتقلع البنطلون والشراب والبتاع عشان تتوضى؟ لا هناخد برأي بقى القائل بجواز المسح على عليه وممكن في الحاله دي الست تعمل حاجه تحفه قوي، تمسح على الحذاء على الجزمه. ما هو احنا بنمسح على الجزمه وخلاص، تمسح على الجزمه وتصلي بالجزمه وخلاص والموضوع كده يبقى اتحلت مشكلتها خالص. حكم الصلاه بالحذاء، امبارح كنت في مول ودخلت صليت بالحذاء فواحده دخلت انت هتصلي بالجزمه؟ قلت لها حكم الصلاه عادي جايز ما لا حرج فيه، ده امر عادي خالص. ايه اللي يمنع وايه اللي يخليه؟ لا اذا كان فيه قاذورات او كذا ده مش طبعا موجود لا. يعني احنا ماشيين لا احنا نلبس الجزمه ونلبس العربيه ونيجي ايوه مش موجود يعني فعشان كده. لكن ولو اي لبس حتى الانسان فيه اي نوع من انواع النجاسه مش هينفع الصلاه بيه سواء كان الجزمه او غير او شراب او اي حاجه. أيوة. طيب تصلي الظهر قبل ما يدن؟ لا احنا عندنا الفقهاء مجمعون على انه من شروط صحه الصلاه دخول الوقت، ده شرط من شروط صحه الصلاه. يعني لا تصح الصلاه اذا صلى الانسان قبل دخول الوقت الا الصلاه التي هي الصلاه التي جمعت اللي هو جمع الصلاه العصر. اللي هو مثلا جمع الصلاه لا لو واحد هيصلي يعني العصر يعني لو هتصلي الظهر العصر يبقى العصر يتجمع مع الظهر مع الظهر دي في حاله الجمع. لكن هي ما عندهاش داهي لمساله الجمع، هي خلاص خرجت قبل الصلاه خلاص لا شيء عليها، لما توصل بالسلامه في مكان عملها او في المكان اللي هي رايحاه تبدا تصلي الظهر على طول، في اول حاجه تعملها تصلي الظهر ولما ياذن العصر يبقى تصلي العصر، لا حرج في ذلك. انما ممكن الانسان يجمع الظهر مع العصر لو كانت هي هتمشي بعد اذان الظهر وهتوصل قرب المغرب، ينفع تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات في نفس المكان بشرط الا يتخذها الانسان عاده، فقد فعلها النبي عليه الصلاه والسلام وليست بعاده، يعني طبعا مش كل يعني يوم مش كل يوم ولا كل حاجه، لكن في الاوقات اللي هي الضروريه اللي زي كده لو هتطلع بعد الظهر يعني الظهر هياذن وتخرج بعد صلاه الظهر مباشره. طب وطبيعي لو حد طبيعه شغله بيبقى في الشارع بيبقى ست يعني معرفش بقى طبيعة شغل بس طبيعة شغلها بتنزل من بعد الظهر تقعد للمغرب مثلا ومضطرة تبقى عادة انها بتنزل كل يوم كده لا تقطع العادة يعني العادة هو ما يتعود الانسان عليه فلا يعني تتعود على ذلك تقطع هتبقى عندها اجازات يومين في الاسبوع هيبقى عندها يوم يوم تعمل كده يوم يوم يعني احنا بنحاول نسعى ان احنا نحافظ على اداء الصلوات كاملة كما ينبغي لان قدر الصلاة في الانسان هي قدر دين الانسان يعني كل ما كانت المحافظة على الصلاة كل ما كان الانسان بيحافظ على دينه اكتر من طبعا الانسان. طب انا ما كنت بسافر بره نسافر نتفسح اسبوع فكنت فاكره غلط خالص وكنت بعمل حاجه غلط كنت اصحى الصبح اصلي الخمس ما شاء الله اقول انا خلصت اللي عليا هسافر بقى هتفسح وبعدين عرفت انه لازم الاذان فعلا انه اجمع الظهر والعصر او بعدين اودي المغرب للعشاء يعني في بالليل بقى اما ارجع اصلي المغرب والعشاء تمام. عايده ايوه يا فندم اهلا بيكي اتفضلي. بقول لحضرتك ايه انا عايز اسال بس فضيله الشيخ في بنت ماشيه في الغلط بتعمل الحرام هي كانت بنت وبقت واحده ست وماشيه في الحرام في مزاجها اعمل ايه اتصل باهلها ولا اعمل ايه؟ ده ايه هي عندك في مدرسه؟ لا دي كبيره دي كبيره هي بنت كبيره عديت 30 سنه وانت تعرفيها منين؟
لا انا اعرفها يعني، اعرفها معرفة شخصية جامدة كمان، وعرفت ده واتأكدت بنفسي. فانت عايزة تبلغي مين؟ تبلغي انا بلغ لها مثلا، انا بلغ اقول لاخواتها ولا اعمل ايه؟ وعندها اخوات صبيان يعني؟ عندها اخوات رجالة كبار. اه عندها امها موجوده، تعرفي امها؟ لا لا لا، امها مع الاسف متوفيه، فانا مش عارفه اوصل اعمل ايه. خايفه ان انا اعرفها، ان انا عارفه تاذيني او تاذي اولادي، فانا مش عارفه اعمل ايه. تاذي اولادك؟ اه ممكن لو عرفت ان انا عارفه، ان انا عرفت سرها يعني. طيب خلاص. شكرا ليكي مدام عايده. واحده اكتشفت ان واحده وهي تعرفها ماشيه مشي بطال. تعمل ايه؟ ملهاش دعوه؟ لا خالص، ولا تتدخل في القصه دي خالص، ولا تدخل في هذا الكلام واطلاقا، ولا لك دعوه باخواتها ولا باهلها ولا باي حاجه. كل اللي متاح لينا في هذه المساله هي دعوه الشخص فقط الذي يفعل المعصيه. فقط هو دعوته الى الحق، نقول له ان ده باطل وان ده ما يصحش وان ده ما ينفعش منها ليه. منها ليها. طيب في ساعات مثلا ما نعرفش نقول له كلام مباشر، يعني ما نعرفش نقول للشخص مباشر، فممكن نعملها له زي حكايه ان فلانه حصل لها كذا. انا عارف، انا بعرف حد في حته الفلانيه بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت، بس ده شيء محرم. انما مرفوض تماما انها تروح، اصل هتروحي تقولي لاخوها ممكن يقتلوها مثلا. لا لا، ده يعد قصف محصنات، ده له في حكم عندنا في الشرع. لان هي مش من حقها تقولي الكلام ده كله، لانه قالت الكلام ده كله لازم تجيب 4 شهود شافوها وهي بتعمل القصه حتى دي. حتى لو هي متاكده وشافوا حتى لو متاكده يعني. لو واحد لوحده او 3 مع بعض شافوا واحد او واحده في هذا الموطن، لا يجوز انهم يشهدوا عليه، خلاص الموضوع خلص اصلا. لازم 4، فالاربعه لما يشوفوا الكلام ده، فانت هتروحي لو ما جبتيش 4 تبقى القصه فيها مشكله كبيره جدا. وده يبقى قصف محصنات غافلات، وده بقى موضوع كبير. فاحنا ما نخشش في الاتجاه ده خالص. احنا خلينا دايما نبقى فاهمين ان احنا مش هو ده الحل بتاعت المساله، حل المساله انك تدعو الشخص، احنا ما ندورش على الفروع ونسيب الاصل. ما تجيبي الست نفسها وقعدي احكي لها، كلميها، صاحبيها، حبيها، قدمي لها بتاع هدايا، مش عارف ايه، قربي منها، خليها تقرب منك، وهكذا. دعوه بنيه الدعوه. الله، يعني فهم؟ يعني الناس بتبقى متخيله انه هي عايزه تنقذها من اللي هي فيه، فتروح تبلغ اهلها او تروح تبلغ كذا، في حين انه حضرتك بتقول ان ده في حرمانيه. ايوه، ده في حرمانيه انها تبلغ اهلها. أيوة. او انك تفتش سر واحده لجوزها او تفتش. ايوه، ده منهي عنه، ده كله ده منهي عنه، لان ده قذف، لان ما قذف محصنات، فمش هينفع. لازم يتقال بالنص كده، لازم يكون رؤيه 4 اشخاص. طيب والعكس بقى فضلت الشيخ، لو رجل، هو الاثنين زي بعض، رجل او امراه، موضوع واحد والله. لا ما ينفعش واحده تروح تقول لمرات واحد ان جوزك بيعمل كذا او بيساوي كذا. لا، ده العادي اللي الستات بيتبرعوا ويعملوا. كل ده ما ينفعش. ليه؟ لان بص، شوفي، يعني فلانه شافت جوز فلانه مع كذا، فنقول كذا في مكان. خليكي عارفه ان الخساره الكبيره او الفساد الكبير الذي سيقع بفرقه الاسره وبتقطيع الاسره اكبر بكثير من اللي انت بتعمليه لسبب ما من الاسباب. فاحنا ما بنتدخلش في الحته دي خالص، احنا بندعو الشخص. لا لا لا، ما في ده، بالعكس، هي خربت بيتها، هي صاحبتها ولازم تنبهها، دي خربت بيتها، هتروح تقول لها، هتيجي تتطلق، هتعمل مش عارف ايه، تعمل مشاكل مع جوز، ومشاكل يعني من هذا القبيل. وممكن الانسان نفسه كمان يتجرجر في الزمن ده في تجاه الموضوعات دي كلها، وتبقى في مشاكل. احنا مش عايزين نخش في احنا نهينا ان نتتبع عورات الناس. يعني ما ينبغي الانسان ان يتتبع عورات الناس، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التجسس. طيب، وهي لو حست انها ممكن تاذيها او تاذي عيالها، تقفل خالص وما تتكلمش في الموضوع ده. لا، هي، ما انا قلت لك الحل. هي هتقول لها، مش عليها هي، هي الاول لازم تصاحبها، لازم توديها، لازم تقدم لها، وبعد كده تبدا تشرح لها ان في بقى سمعت في التلفزيون، سمعت في مش عارف ايه، يعني الوسائل كثيره جدا للحل. ليلى. الو، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. اتفضل. الو مدام دعاء. ايوه، اهلا بيكي حضرتك يا مدام دعاء. احنا بنحب البرنامج ده قوي، وبنحب مولانا، يا ريتك تطولوا البرنامج ده شويه، ده ما بيكملش حضرتك نص ساعة، ما يجيش على نزول مولانا من بيته. يعني احنا محتاجين البرامج الدينية دي، ما يجيش. وبعدين حضرتك يرضيكي برضو برنامج يطلع يقول قطيعة تقطع الرجالة، الراجل ده اللي بيدافع عن بلدنا، اللي بيدافع علينا واحنا قاعدين. لا، هو اسمه يشد بس جوه، ده يرضي ربنا يا فندم. لا لا، انا يرضي ربنا واولادنا كده واجعين قلبنا، يرضي ربنا في عيد الشهيد. تقول لك قطيعة تقطع الرجالة كل لحظة في التلفزيون، اين الرقابه؟ فين الرقابه على الحاجات دي يا فندم؟ عندك سؤال، عندك سؤال يا مدام ده. اللي بيحصل في مصر ده بسبب القانون، النهارده القانون ضد الراجل خالص، مدي كل حاجه للست،
الراجل النهارده خايف يخبط على الست عشان يخطبها، نسبه العنوسه زادت قوي وده ما حدش عارفه في البلد بسبب حرام البنت فوق ال 40 سنه ما بتتجوزش، بسبب حضرتك القانون لازم يكون في مناصفه بين الراجل والست زي ما بيقولي راسك براسه، لازم يكون في مناصفه. انت شكلك عندك الاعلام حضرتك عندك ابنك ورضوى كلهم بيطلعوا يشتموا على مش هينفع الرجالة. مش هينفع اتكلم على زمايلي. شكرا لحضرتك يا مدام ليلى، ربنا يكرمك. هو طبعا اسماء البرامج بيعملوها كده بروباجندا وتشد، انما جوه هتلاقي انه ما فيش حاجه من الحاجات دي، يعني هتلاقي انه الستات بتقول لا ما فيش حاجه من الكلام ده يعني. طيب سبحانه وتعالى بيعاقب على الذنب بعد انقضاء الذنب بفتره طويله، يعني لا العقاب على الذنب لا يكون يعني الا في الاخره. يعني في ذنب اتعمل من مثلا راجل كبير وعجوز وبتاع وهو صغير عاش حياته بالطول والعرض والدنيا يعني الناس بتكبر، مش فكره انه بيتوب عن الحقيقة، يعني بتلاقي الناس بتكبر بتعقل وما اعرفش ايه وكده. هل بقى ربنا يعني يمسك الحاجات وهم صغيرين ويعاقبهم عليها؟ لا لا، هو العقاب ده في الاخره مش في الدنيا، ربنا ما يعاقبش في الدنيا، بس في الاخره، العقاب لا يكون الا بعد حساب. العقاب ما بيكونش الا بعد حساب، فالانسان بيقف ويتحاسب. فهل ربنا سبحانه وتعالى غفر له ولا ما غفرلوش؟ هل قبل منه ولا ما قبلش برضه؟ فلكن الانسان طبعا لما بيعقل ويفهم ويتفهم الامور ويجي يقدم عذره لله سبحانه وتعالى انه ما كانش فاهم وما كانش عارف وما كانش كذا، هذا العذر يعد توبه. يعني ما كان واحد اخطا وهو صغير وشاب ولا بتاع وبعدين فهم وعرف الدنيا فقال خلاص اعتذر لله سبحانه وتعالى وقدم عذره له وسجد بين يدي الله واعتذر لربه، فالله سبحانه وتعالى يقبل العذر. ما هو ربنا او الحسنات بتمسح السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. نعم صحيح. جيهان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش هو السؤال برضو بالنسبه للمسح على الجور. اتفضلي. يعني انا بعمل حاجه يعني عايزه اشوف فضيله الشيخ دي صح ولا غلط. انا من كتر بقى ما حكايه ان الميه المفروض ما تلمسش، يعني انا بلبس جورب تقيل، بس سمعت الشيخ بيقول ان لو حطيتي ايدك مسحتي عليها لو حسيتي بالميه ما ينفعش، فانا بغمر رجلي بالميه بالشراب وانا عشان اتوضا. يعني الميه بتوصل لكل اجزاء رجلي وانا لابسه الشراب. ده انت بتغرقي الشراب يعني؟ ايوه. طيب. هل ده صح ولا لا؟ ماشي، ما هو الاصل انه احنا مش المفروض نغرق رجلينا. لا لا، ده كده انتفت العله، يبقى كده مش هينفع الوضوء، كده ما ينفعش. يبقى لازم تخلع الشراب بقى خلاص. هو انما لا لا، هي تمسح. هي بص، احنا بنحط الميه كالاتي كده، بنعمل الميه كده على ايدينا وبعدين نشيلها من يعني ننفض ايدينا كده وبعدين نروح ماسحين على الشراب، بس مسحه خفيفه كده، مش هنحط ميه تنزل. هي يعني هي بتغمر الميه، بتغمر يا بتحط ميه على الشراب. لا مش هينفع. طب ما انت كده هو المقصد منه حمايه الانسان من البرد. أيوه. يعني الحفاظ على حياه الانسان. صحيح. وعلى محافظه عليه من البرد. ده يعمل فطريات او يعمل فطريات ويعمل برد جامد يعني رجلها توجعها كده. مش احنا كده ما حليناش الموضوع، بل ان كمان الوضوء ليس صحيحا يعني أصلاً. ليس صحيحا لان هو المقصود مسح مش غسل. مش غسل الشراب، هو مسح على الشراب. هل في سبب اخر للتيمم غير اذا يعني اذا بطلت الماء، فقد الماء، إذا فقد الماء. يعني لو ما فيش بطل التيمم. هل في سبب اخر؟ المرض، لو الانسان مريض. يعني يبقى في ميه بس هو مش قادر يحط ميه يعني لو افتى لو قال الاطباء ان استخدامه لهذه الماء البارد او الساخن احيانا ممكن تسبب مرض جلدي او حاجه واستخدامه يضر الانسان وهذا الضرر بالغ لا علاج له، يبقى في الحاله دي خلاص ممكن يتيمم. طب هبقى ان انسان مثلا جنب ولا حاجه وبعد كده ما عندوش ميه، الميه مقطوعه ومفيش اي حاجه وعايز يصلي والوقت هيروح اليوم كله مقطوع ساعات في بعض الاماكن مقطوعه، فله ان يتيمم لان التيمم يرفع الحدث الاصغر والاكبر، يرفع ده ويرفع ده. جميل. فضلت الشيخ اشرف الفيل بشكر حضرتك وجودك معايا، والله الحلقه بيبقى فيها بركه، هي نص ساعه صحيح بس فيها بركه وبنجاوب على اسئله كتير وبتشرح ايه قرانيه كريمه. صحيح. بشكر حضرتك فضلت الشيخ. شكرا. وبشكركم مشاهدينا، بعد الفاصل فقره طبيه مسجله واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. اكتر حاجتين بيبسطوا اي ست في الدنيا، لو شفتها كده قلت لها خسيتي، لو جوزها بقى او حد كده قريب منها، يعني حد لطيف قريب منها كده قال لها خسيتي، او انت محلوه وشك رادت، يا سلام شكرا، يو ميد ماي داي، اليوم كده بقى زي الفل، مش عايزين حاجه تانية. القلم وقع. احنا بقى النهارده هنتكلم عن الحاجتين دول، عن الخسسان وعن الوش الرادد والبشره الحلوه، ازاي يعني نهتم ببشرتنا. معايا دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، منورني يا دكتور. اهلا بيك يا دعاء، واهلا بكل الناس اللي بيشوفونا. طيب نبتدي الاول بالبشره، وازاي الست او البنت تهتم بنضاره بشرتها، وفكره التجاعيد اللي بتطلع. على فكره في بنات اللي هم بيبيض قوي وهما بيضحكوا، بتلاقي انه شويه تجاعيد بسيطه كده بدات تبان، او تحت العين او كده، فازاي ممكن يعني تحافظ ان هي ما تكترش او ما تزيدش في وشها؟ بص، الموضوع ده منتشر كتير جدا. ثلاث حاجات دايما البنت لما بتبص على المرايه بتبتدي ان هي تبص عليهم، ثلاث حاجات بالظبط. اول حاجه بتبتدي تشوف هل في علامات او تجاعيد ظهرت في وشها ولا لا. الحاجه الثانيه بتبتدي تشوف لون البشره بتاعتها متوحد، يعني نفس اللون، ولا في بعض البقع الداكنه او الغامقه ابتدت تظهر. والحاجه الثالثه نضاره بقى البشره وتفتيحها. لما بتبص تلاقي الثلاث حاجات دول فيهم اي مشكله فيهم، بتبتدي اول حاجه نفسيتها بتتاثر، وتبتدي بعد كده تخش انها تبحث عن حاجه كويسه تقدر ترجع بشرتها مره ثانيه. موضوع الحاجه الكويسه دي لازم نقف عندها ونفكر كويس قوي. عشان كده يعني في كوكب اليابان زي ما بيقولوا أكتر دولة على مستوى العالم بتختص بالأبحاث العلمية، اكتشفوا هناك عنصر اسمه الكوجيك أسيد، واكتشفوا كمان حاجة اسمها التيتانيوم. التيتانيوم والكوجيك أسيد الاتنين لما بنحطهم على البشرة، أول حاجة بتحافظ لي على بشرتي من التجاعيد. فلو بنت صغيرة بتبتدي إنها تاخدها في سن صغير، لو وصل بيها العمر لخمسين وستين سنة هتلاقي بشرتها لسه بنفس السن الصغير، ما حصلش عليها أي تأثير لعلامات العمر. الحاجة الثانية احنا لو وظبط على الكريم بالظبط بالاستمرار بتاعه المادة دي بالظبط. الحاجة الثانية كمان موضوع البقع الداكنة، لأن احنا في منطقة هنا في مصر أو الخليج بنتعرض لشمس كتير، والشمس دي بيبقى فيها أشعة ضارة كتير، فبتعمل لي بعض البقع الداكنة في الجلد، فبتلاقي الجلد حتة منه فاتحة وحتة تانية غامقة. دي بتسبب مشكلة كتيرة جدا لمعظم البنات، وتبتدي بقى تتعرض للحاجات اللي هي التجميلية عشان تبتدي تداري بيها هذه الآثار. والحاجة الثالثة والمهمة جدا موضوع تفتيح البشرة. أيوة. عشان كده بقى هنا في مصر في نوع غسول اسمه إيبا ونوع كريم اسمه ميلا. والاثنين دول مرخصين في وزارة الصحة المصرية. فمقتنع ده إيه ده؟ ده إيبا؟ إيبا ده فيلت. ده الغسول إيبا. وإيبا ده غسول لازم هننتظم عليه بشكل يومي. لازم هنستخدمه كل يوم. اولا هنضف بشرتي من كل الاتربه والعوامل اللي انا تعرضت لها الخارجيه، كمان المكياجات اللي بتتحط في بعض منها المنتجات بيبقى بيعمل حساسيه للبشره، فببتدي ان انا ابتدي استخدم هذا الغسول الايبا بالتوليفه بتاعته اللي فيه زيت شجره الشاي، وكمان في موضوع الكوجيك اسيد اللي كنا بنتكلم عليه اللي من اليابان اكتشفته. كمان بعد كده بعد الغسول هبتدي انها تستخدم الكريم ميلا. مقتنع او غير مقتنع، الكريمات ديت اتعمل عليها ابحاث كتيره جدا، كل الابحاث ديت الفايل بالكامل راح لوزاره الصحه المصريه، وتاخد عليه ابروفال موافقه برقم ترخيص لوزاره الصحه المصريه. تمام. فلازم نكون متاكدين 100% ان استخدامنا للغسول والكريم هيجيب معانا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب ده يتحط كم مره في اليوم؟ الغسول طبعا هنغسل مره الصبح ومره بالليل، والكريم هنحطه نفس الشيء، بعد ما بنبتدي نغسل بشرتنا بنبتدي ان احنا نحط الكريم. هل ده للبشره بس ولا ممكن يبقى للجسم؟ يبقى ايه الجسم، الايدين، ال شوفي هو ممكن استخدمه على جسم بس هيبقى مكلف. بس هي دايما معظم الاماكن اللي بتتاثر ودايما عينينا بتروح عليها هي الوش طبعا والايدين. فممكن استخدمه للايد والوجه. طيب جميل. ده التصريح بتاع وزارة الصحة. ده كان مهم جدا ان احنا نعرض برضو للسادة المشاهدين تصريح وزارة الصحة المصرية، واللي طبعا بتبقى واخدة فايل كبير جدا من الابحاث العلمية لهذا المنتج ومركباته، وقد ايه هو النتيجة بتاعته فعالة، وفي نفس الوقت هيقدر يحافظ لي على بشرتي. طيب في سؤال انه هل الغسول ده مقشر للبشرة؟ انه في ناس بتحب
يبقى عندها رؤوس سودة ما اعرفش ايه الحاجات دي، فالغسول ده ممكن سؤالك يعني حلو قوي. لان الغسول انا ممكن استخدمه اكتر من استخدام، ممكن استخدمه كمقشر بسيبه على الوش، بعد ما بحطه على وشي بسيبه فتره من 3 دقائق لخمس دقائق، وبعد كده باطراف ايديا ببتدي ان انا بحركه دائريه مع زي عقارب الساعه كده، بدور بطرف ايديا على الوجه وابتدي اشيل كل الخلايا الميته وكل الخلايا اللي خلاص لازم ازيلها عشان اطلع الخلايا الحيه مره ثانيه انها تتنفس. عمليه الريجنريشن او التجديد. طيب انت موضوع الصور التجاعيد معانا يا شباب؟ اه يا ريت نبين برضو صوره للتجاعيد، ودي على فكره من اخطر الحاجات تجاعيد العين. اللي هي لو واحده مثلا بتضحك واكتر حاجه بتبان وبتقلق البنت او حتى الولد كمان بقى مهتمين بموضوع البشره، التجاعيد اللي حوالين العين. فقد ايه احنا لما هنستخدم، هل في كريم لحوالين العين ولا هو نفس الكريم بيستخدم على البشره وال all about eyes اللي هو اللي حوالين العين؟ بالظبط، هو نفس الكريم ميلا هستخدمه للمنطقه بتاعه الوجه وحوالين العين. تمام. كمان لو في حد مهم جدا خلاص بقى عنده تجاعيد، طيب هل هيفيد معاه ولا مش هيفيد معاه؟ السؤال ده مهم قوي، الصورة لان معظم الناس النهارده عارفه اللي هو التجاعيد ما بتظهرش ما بين يوم وليله، طبعا بتاخد شهور وسنين، بس بيجي عند فتره عمريه معينه بيبص في المرايه يتفاجئ يقول ايه ده انا ظهر لي تجاعيد. خلاص ابدا على الغسول والكريم. التجاعيد هتبتدي ان انت تلاقي تاثيرها بيروح بنسبه 70% من استخدامك. فتره طويله برضو الايه، اكيد هياخد فتره طويله برضو، على الاقل 3 شهور استخدام، 3 شهور لو 3 شهور ده تبقى حاجه زي الفل. اه بالظبط، فانت هتستمر عليه 3 شهور. في تجاعيد بتروح؟ اه طبعا طبعا، بس ما بتروحش بنسبه 100%. يعني عشان برضو نبقى واقعيين، مش هتروح بنسبه 100% ولكن بنسبه 70%. لكن انا لو عايز امنعها من البدايه خالص انها ما تظهرش اصلا، يبقى من السن الصغير هبتدي ان انا استخدم الكريم والغسول. طيب ندخل على الالياف بقى. ندخل على الالياف. في حد كان باعت بيقول انه بياخد كورتيزون، وانه موضوع الكورتيزون ده حاجه مش بايده، يعني هو مش حكايه انه بياكل وعنده شره في الاكل، هو الكورتيزون بينفخه. فهل الالياف تمشي مع موضوع الكورتيزون ده بالذات ان هو هتشبعه بس هو بياخد كورتيزون وبيتخنه، فبتمشي ولا ما تمشيش؟ طب خلينا نتكلم بصوره عمليه اكتر. طبعا ربنا يشفيه. كورتيزون كان في حاله قريب من سويسرا، سيده عندها 60 سنه بتاخد كورتيزون على مدار سنه كامله، متابعة مع دكتور تغذيه في سويسرا وما خستش، وزنها ما كانش بينزل. اخذت الالياف الطبيعيه وابتدى وزنها ينزل، كان مع اول 15 يوم وزنها نزل 2.5 كيلو. كانت سعيده جدا ان معقوله مع الالياف الطبيعيه وزني بينزل، بقى لها سنه كامله بتحاول انها جسمها ينزل ما بينزلش. فالنهارده احنا بنطمن الناس، حتى لو انت بتاخد كورتيزون خد معاه الالياف الطبيعيه وزنك هينزل، وفي نفس الوقت مفيش اي نوع من انواع التاثير مع الادويه الاخرى. يعني انت لو تاخد اي نوع دواء تاني مفيش تاثير مع الالياف الطبيعيه معاه، فانت كن مطمن جدا من النتيجه ان انت ان شاء الله هتخس. طيب استاذ حمدي عنده قولون، وهو تعب من يعني من ادويه القولون ومن الاكل اللي بيتعب القولون، والقولون عنده عصبي، فهو مرعوب من فكره انه ياخد حاجه هو مش عارف عواقبها ايه، لانه القولون ده بيتهيج من اي حاجه غريبه ممكن تنزل، يعني العيش حتى البلدي بيتعبه يعني. فبيقول لك يعني هل ينفع ياخد القولون الالياف في خلال وهو عنده القولون ولا لا؟ انا بطمنك، الالياف عباره عن نبات وفاكهه، فنباتات وفاكهه، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، فخدها وانت مطمن. هتلاقي القولون بتاعك كمان مرتاح عليها. موضوع الاخراج لو عندك فيه بيجي لك امساك مزمن او امساك مستمر، هتلاقي الدنيا معاك بقت احسن وافضل، وفي نفس الوقت كمان وزنك بينزل. جميل. فاخدها وانت مطمن. طب جرب لنا كده الالياف. بتفكها في الكيس وبتحط شويه ميه. حاولنا برضو للساده المشاهدين عشان يبقوا متابعين معانا، ده كيس الالياف الطبيعيه، وزي ما قلنا المصدر بتاعه عباره عن نباتات وفاكهه، معمول بطريقه النانو فايبر، بنلاقيه باودر. جوه الكيس الواحد ده في نوعين من الالياف، مش نوع واحد. كيس الواحد في نوعين، في نوع بيدوب في الميه وليه مميزات كتيره جدا، وفي نوع ما بيدوبش في الميه برضه ليه مميزات كتيره جدا. خلينا نشوف الاول بدايه التحضير. احنا بنفتح الكيس، طريقته سهله جدا ونقدر ناخد الكيس معانا في اي مكان، ما فيهوش اي مشكله، كيس خفيف حتى لو عايز تحطه في جيب الجاكيت بتاعك لو انت رايح الشغل، رايح في اي مناسبه.
وطريقه التحضير سهله جدا. احنا بنجيب كوبايه فيها نص كوبايه ميه. انا اتهيالي دي ربع كوبايه ميه كبيره، يعني تقريبا تلت مثلا او نص كوبايه ميه، يعني بيبقى في المعدل ده. مش كتير يعني، ما يزودوش الميه عشان الالياف ما تبقاش صايصه. حوالي 100 مللي بالظبط، 100 مللي ميه. ببتدي ان انا اجهزها، وميه عاديه جدا ما مش سخنه، وابتدي احط عليها الباودر بتاع الالياف. احنا كده فضينا الكيس، ونيجي بقى المرحلة التانية اللي هي مرحلة التقليب. هبتدي ان انا اقلب بشكل كده دائري، يعني من دقيقة لدقيقتين. بنبتدي نلاحظ ان الالياف اللي بتدوب في المية، الجزء اللي هو ايه داب، وفي جزء تاني ما دابش، عشان كده ابتدى يحصل موضوع شكل زي شكل الجل كده. وبنلاحظ كمان المعلقه ابتدت واحنا بنقلب تتقل غير زي الاول، زي السريلاك وزي الحاجات بالظبط. طيب احنا كده ايه، هو ممكن ياكل يعني، هو بياكلهم كلهم الكميه دي مره واحده على بق واحد يعني، ولا ياكل معلقه ويستنى يعني طول النهار كده ممكن يأزأز فيهم؟ لا، هي بتبقى وجبه. يعني هو الفايبرز عباره عن نوع للغدا ونوع للعشاء. الكيس الواحد احنا بناخده كوجبه زي ما احنا حضرنا. على فكره يعني دلوقتي انا بقلب وابتدى في صعوبه حتى في التقليب اهي. يعني احنا ده هيبقى الشكل. تمام، لو حاولنا برضو نقلب هي دلوقتي بقت لزجه. كويس. كويس، نبتدي دي بقى الحبه إيه؟ دول بينفشوا في المعده ولا بيعملوا ايه؟ احنا بقى بعد ما بناخد كده مثلا ايه معلقه الالياف الطبيعيه، نبتدي ناكلها. طبعا لو حد عنده مشكله في الاسنان هي يعني سهله جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع المدغ. يعني ممكن نشبهها كده زي الجيل اللي انت بتاخده ويدوب في بقك على طول. بعد ما بتاكل الالياف على طول مباشره بتشرب عليها لتر ميه. لتر الميه دوت مع الالياف جوه المعده بيبتدي ياخد شكل المعده. ده بتملى المعده كلها بالظبط. فانا لما هشرب عليها بعد كده لتر الميه، اتاري الناس بيقولوا ما بنتعشاش، ولو واخده كمان وقت الغداء مش هتتغدى لان خلاص بقى واخد شكل المعده، فالمعده عندك اتملت. طب وياخده قبل الغداء بقد ايه؟ ياخده قبل الغداء بنص ساعه. اوكي، ويشرب ميه. طب مهم طبعا. مهم موضوع الميه ده على فكره. الميه ده مهم جدا. المعده اول ما بتتملي بيبقى فيه هرمون اسمه سي سي كي، ده موجود في المعده. الهرمون ده بيبتدي لما المعده بتاعتنا بتتملي بيبتدي ان هو يتفرز علشان ينبه الجسم ان هو خلاص شبع. فاحساس ان انت جعان خلاص بينتهي، بتحس ان انت شبعان. فما عندكش قابليه ان انت تاكل. جميل، ودي اول خطوه مهمه جدا عشان التخسيس. الالياف اللي احنا كلناها ديت زيرو كالوريز، ما فيهاش طاقه. فبالتالي انا ما اديتش الجسم طاقه، مليت معدتي فانا شبعت، فالجسم عايز يحقق المعادله لانه محتاج طاقه. غريبه قوي موضوع زيرو كالوريز ده، هيجنني كل ما تقوله اتجنن. في حاجه في الدنيا زيرو كالوريز؟ طبعا. مش بنزلط احنا دلوقتي؟ في حاجه بتتزلط؟ في حاجات كتير. كل مره تقولي كده ابقى هتجنن. ازاي زيرو؟ زيرو زيرو كالوريز، ما فيهاش اي نوع من انواع الطاقه، ما بيديش طاقه. لكن فيها حاجه تانية، فيها فيتامينات ومعادن. يعني ما اديتلكش طاقه بس اديتك فيتامينات ومعادن اللي موجوده في الالياف الطبيعيه. تمام. وعشان كده دايما اللي بيخس على الالياف الطبيعيه تلاقي جلده حلو جدا. تلاقي وشه منور. يعني دايما يقول لك انت خسيت وجسمك نزل بس انت وشك لسه منور. طيب وشك رادد. خلينا نشوف الفيديو كده اللي بيشرح لنا الالياف بتدخل تعمل ايه في بطننا. يلا. Soluble fiber. This is a type of fiber that reduces the absorption of cholesterol, decreases the movement of glucose into the blood after a meal, and delays stomach emptying. Soluble fiber turns into a gel when mixed with water in your gastrointestinal tract. Because soluble fiber delays stomach emptying, it makes you feel fuller and thus makes you less prone to overeating. This obviously helps to control a person's weight. Additionally, because soluble fiber delays the amount of time glucose or sugar moves into your bloodstream, it helps to prevent massive sugar spikes in your body that lead to energy crashes thereafter. Sources of soluble fiber include oatmeal, nuts, seeds, and lentils. On the flip side is something called insoluble fiber. This is a type of fiber that helps to add bulk to a stool,
pass stool more quickly and thereby prevent things such as hemorrhoids, constipation, and more. Insoluble fiber can be found in wheat bran, vegetables, and whole grains. You might be wondering why we should even care about the laxative effects of insoluble fiber has upon our body. I'll give you one good reason. Over many years, if you do not get enough fiber in your diet and constantly strain to go number two, it can lead to a condition called diverticulitis. This is a painful condition where little pouches form in your colon. Doctors believe that a low fiber diet contributes to this problem. But there's more to fiber than just preventing diverticulitis. Fiber has been shown to help prevent or delay the onset of heart disease, diabetes, and cancer. You'd think that such amazing benefits from fiber would be reason enough for Americans to eat enough of it. But it seems that most Americans actually do not get enough fiber in their diet. The typical person only consumes about 11 to 15 grams of fiber per day. You need much more than that. An adult should consume somewhere between 21 to 38 grams of fiber each day. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. احنا معانا التليفون اسلام. الو. اهلا يا اسلام، ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ازي دكتور خالد؟ ازيك عامل ايه؟ انا بيقولوا لي في الاير بيس ان مامتك هي اللي واخده الالياف مش انت؟ انا والدتي عامله عمليه في ظهرها بقالها فتره وما بتتحركش خالص. وكان وزنها بقى بيزيد من القعده، فهي بتحبك وبتحب البرنامج بتاعك وبتتفرج عليك كتير، فانا كنت جبت لها الابليكس الالياف الطبيعيه وجربتها من حوالي شهر ونص كده. وخست حوالي 5 كيلو يعني. ده حلو قوي. وهي قاعده ما بتتحركش؟ ما بتتحركش خالص. وكمان قلل لها الاكل خالص، يعني ما بقتش وجبه الغداء دي ما بقتش. طب الحمد لله، الحمد لله. وجبه العشاء برضه ما بقتش. ست بتحبني، كانت هتكرهني لو ما كانتش خست. الحمد لله. لا بتحبك كده. طب الحمد لله انها يعني انها خست عليه، الحمد لله. الحمد لله. طيب وهي حست انها خفيفه بقى، يعني تقدر ولا لسه ما بتتحركش؟ هي بتتحرك، هي بتروح تمشي في البيت كده بس بالعكاز. حاسه ان هي خفت، حتى اللبس وسع شويه كده. طب حلو قوي، كويس. هي كان وزنها قد ايه ولا مش عارف؟ كان وزنها حوالي مثلا 125، دلوقتي مثلا 120. احنا لسه ما وزناش تاني مره، احنا وزننا مره واحده بس. طب كويس. هي خست 5 كيلو في الشهر. في شهر. ده معدل كويس جدا بالنسبه لانها قاعده في السرير ما بتتحركش. طب هي عايزه تخس قد ايه يا اسلام؟ هي عايزة تنزل عشان تقدر تتحرك، هي عايزة تقص مثلا حوالي 20 كيلو كمان. إن شاء الله، إن شاء الله تقدر تعملهم. وأهم وأهم حاجة إن هي مش متضايقة، يعني خلاص شبعانة بتقدر تاكل اللي هي عايزاه بس بكميات قليلة. وبعدين هو كمان عاجبها، تحس إن هي حتى لو ما خستش هي مش هتزيد بقى، خلاص هي حاسة إحساس بالشبع فمش هتاكل فمش هتزيد يعني. طيب جميل. شكرا ليك يا اسلام، بشكرك شكرا جزيلا. ليك تعليق اخير يا دكتور؟ طبعا، يعني دي بنفتح باب النهارده لكل السيدات اللي ما بيقدروش يتحركوا. ربنا يشفيهم ويعافيهم. خدوا الالياف الطبيعيه، وزنكم هينزل. كمان مهم جدا ان انت تبقي عارفه ان انت لما بتاخدي الالياف الطبيعيه، انا صحيح ما شديتك طاقه بس اديتك فيتامينات ومعادن. فده كمان هيديكي تاثير احسن لجسمك. جميل، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور خالد عبد العزيز، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.